بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن وعلومك برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله لدينا التوفيق لأجل نواصل درسنا حول بداية الحكمة، إن شاء الله اليوم نبدأ بالمرحلة العاشرة في القوة والفعل، كما قلت لكم هذه المرحلة مهمة جدا، وإلى حد ما صعبة، لأن فيها أهم مباحث الفلسفة بني بعض أهم مباحث الفلسفة مثل مسألة الحركة مسألة الزمان نبحث في هذا الفصل فمستعينين بالله سبحانه وتعالى نبدأ فيها ستة عشر فصلا الفصل الأول يأتي بعد مقدمة قصيرة يعني الألامة أولا يحدد يعرف القوة والفعل بعد ذلك هناك الفصل الأول ماذا نقصد بالقوة وماذا نقصد بالفعل هنا القوة لا تعني قوة مثلا إحداث التغيير أو مثلا نفعل بعض الأشياء مثلا يقول هذا شخص قوي يعني لديه قوة قدرة فهنا قوة ليس بمعنى قدرة القوة هنا يعني شيء من الاستعداد شيء من الإمكان نقول مثلا هذا التلميذ عالم بالقوة هذا لا يعني لديه قدرة العلم يعني هو ليس ليس حاليا عالم عالما ولكن يمكن هناك امكانيه يعني هو بالفعل مجرد تلميذ بالقوه عالم وهذه القوه تشتد مثلا اذا يكون في المدرسه الابتدائيه نقول هذا مثلا طبيب بالقوة إذا يكون في المدرسة إعدادية نقول هذا طبيب بالقوة إذا يقول في المدرسة الثانوية نقول هذا طبيب بالقوة إذا هو في كلية الطب نقول هذا طبيب بالقوة ولكن كم من فرق بين القوة حينما كان في مدرسة الابتدائية والقوة حينما هو في مدرسة الطب وفي مدرسة الطب في السنة الأولى هو طبيب بالقوة في السنة الأخيرة بالقوه فالايام الاخيره من السنوات الاخيره بالقوه ولكن هناك فرق ان شاء الله نقول هذه القوه امر اشتدادي الى ذلك الله ما يقول هذا امر وجودي ليس مجرد امكان هذا نقصد بالقوه امكانيه تحقق الشيء وبالفعل يعني تحقق الشيء اصبح بالفعل موجودان نقرا نص الكتاب وجود الشيء في الاعيان يعني في عالم الاعيان في عالم الخارج بحيث يترتب عليه آثاره المطلوبة منه كما تتذكرون في بحث الوجود الذهني والوجود الخارجي كنا نكرر دائما الوجود الخارجي ما يترتب عليه الآثار الوجود الذهني لا تترتب عليه الاثار مثلا النار بالوجود الخارجي تحرق الماء بوجوده الخارجي فيه رطوبه ولكن بالوجود الذهني ليس اثار يعني ليس الاثار المطلوبه نعم كمفهوم في الذهن المفهوم اذا اثار ولكن هذا بالحمل الأول. خب وجود الشيء في الأعيان بحيث يترتب عليه آثاره المطلوبة منه يسمى فعلا، مثلا الآن هو طبيب بالفعل خب يمكن أن يقوم بعيادة المرضى و يعطيهم بعض الإرشادات و وغير ذلك، هذا آثار الطبيب ولكن الطبيب بالقوة لا يستطيع ان يقوم باعمال الطبيب. وجود الشيء في الاعيان بحيث يترتب عليها اثاره المطلوبة منه يسمى فعلا ويقال ان وجوده بالفعل فهذا الفعل كما قلت لكم يختلف عن نقول مثلا فعل مثلا فلان شيئا نعم هذا يختلف وإمكانه الذي قبل تحققه يسمى قوة ويقال إن وجوده بالقوة بعد يعني لحد الآن بالقوة بعد ذلك يصبح بالفعل مثال واضح وذلك كالماء الماء مثلا الآن مائع بالفعل بالقوة غاز إذا نجعل هذا الماء على النار ويغلى يصبح غازا ونقول الآن بالفعل أصبح غازا هنا ما كان مائعا كان بالفعل مائعا وبالقوة غاز بعدما أصبح كبخار يكون بالقوة مائعا سائلا من السيلان وبالفعل غازا ذلك كالماء يمكن أن يتبدل هواء يعني غاز فإنه ما دام ماء ماء بالفعل وهواء بالقوة فإذا تبدل هو يعني الماء هواء صار هواء بالفعل وبتلت القوة القوة لا توجد في موجودة بالفعل القوة ما لم يتحقق الشيء نعم للطبيب لا نقول قوة للطب موجود القوة قبل الفعلية الطبيب طبيب بالفعل ليس طبيبا بالقوة الماء بالقوة غاز إذا أصبح غازاً لا نقول بالقوة غازاً نقول بالفعل غاز بالقوة ماء فالقوة هنا تنتهي بعد الفعلية بطلة القوة فمن الموجود ما هو بالفعل ومنهما هو بالقوة هذا يبين لماذا ندرس هذه المسألة في الفلسفة لأننا في الفلسفة قلنا ندرس الأقسام الأولية أو التقسيمات الأولية للوجود بما هو وجود أو بما هو موجود من التقسيمات الوجود إما واحد أو كثير الوجود إما ذهني أو خارجي الوجود إما بالقوة أو بالفعل والقسمان هما المبهوث عنهما في هذه المرحلة في هذه المرحلة ندرس ما بال موجود ما بال والموجود ما بالقوة خب وفيها ستة عشر فصلا في هذه المرحلة ستة عشر فصلا من المراحل المهمة مثلا في المرحلة السابقة كان مهم ولكن كان عندنا ثلاثة فصول الان این درناس عشر فصلا الفصل الاول كل حادث زمانی مسبوق به الوجود وجود یعنی لا يحدث امر زماني الا يجب ان یکون قبله قوت وجود مثلا اليوم نزل المطر نزول المطر امر زماني حدث في زمن محدد قبل نزول المطر كان قوه يعني المطر كان موجود بالقوه ليس موجود بالفعل لكل امر زماني هناك قوه طبعا بالنسبه الى واجب الوجود ليس هناك قوة واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات كل شيء في الواجب بالفعل قلنا سابقا في الدروس السابقة وإن شاء الله ندرس أيضا في المستقبل لا توجد رجاء تذكروا هذه الجملة مهمة لا توجد في واجب الوجود حالة منتظرة يعني لا توجد في الواجب الوجود قوة، أي شيء يمكن أن يتحقق تحقق بالفعل، يعني الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى مثلا كسب العلم أو كسب علم زائد أو مثلا رحمة زائدة أو أي شيء، هو واجب من جميع الجهات، الفلاسفة يقولون واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات. يعني لا يج... لا يحدث فيه اي تغيير في دعاء عرفه الامام الحسين عليه السلام يقول: الهي تقدس رضاك ان تكون له عله منك فكيف تكون له عله مني؟ يعني نحن لا نستطيع ان نحدث شيئا زائدا في الله مثلا نقول نحن أرضيناه يعني أحدثنا الرضا فيه يقول أنت حتى نفسك لا تحدث شيئا في نفسك فكيف أنا أستطيع أن أحدث شيئا في نفسك إذا الله يريد أن يحدث شيئا في نفسه يعني كان فاقدا وفي نفس الوقت مؤتيا في إشكالان أولا نقول الله فاقد يعني في شيء بالقوة هذا لا يمكن في واجب الوجود بالذات ثانيا مؤت الشيء كيف يمكن أن يكون فاقدا للشيء؟ فحينما نقول مثلا هذا الشخص أرضى ربه او اغضب ربه هذه من من صفات الفعل ليس من صفات الذات الله له إرادة محددة إرادة تشريعية محددة إذا أنت عملت وفقاً ووفقاً لإرادته تقول أرضيته وإذا عملت خلافاً لإرادته تقول أقضبته مثل مثلاً إذا أنا أذهب إلى خارج الغرفة وأقع تحت إضاءة الشمس أستطيع أن أقول أنا جعلت الشمس تشرق علي ولكن الشمس ما تغيرت، على هذا بحث مهم. ففي واجب الوجود لا توجد حالة بالقوة، حالة منتظرة، هو كامل بمعنى المطلق. لا يوجد فيه شيء من النقص، من القوة. وأيضاً العقول بمعنى المجردات التامة. ليس لا نعني عقل الانسان العقل الذي درسنا في انواع الجوهر بمعنى المجردات التامة تلك اقول ايضا كلها بالفعل دائما القوة للأشياء والأمور المادية مثل النفس في فعلها قلنا النفس جوهر ذاتا ولكن جوهر مجرد ذاتا ولكن ماديه فعلا او جسم جسم ايضا مادي في قوه ان شاء الله ندرس هذه الامور في المستقبل بس هنا ما نقول كل حادث زماني يعني لازلنا المساله في عالم الماديات والمتغيرات والزمان والزمانيات لا نتكلم حول واجب الوجود او العقول التامه المجرده خب کل حادث زمانی فانه مسبوق به قوت الوجود یعنی الان هو حادث بالفعل موجود قبل ذلك كان بالقوة فالقوة تسبق الفعلية لأنه قبل تحقق وجوده يجب ان يكون ممكن الوجود يجوز ان يتصف بالوجود هذا معنى ممكن الوجود يعني هذا كجمله معترضه ما نقصد بممكن الوجود نقصد الشيء الذي يجوز ان يتصف بالوجود كما يجوز ان لا يوجد قلت لكم سابقا كم مره في الفلسفه حينما نقول يجوز او لا يجوز لا نقصد جواز وعدم الجواز بالمعنى الفقهي في الفقه يعني مسألة الحرمة والحلية في الفلسفة هنا ما نقول يجوز أو لا يجوز يعني مسألة الإمكان وعدم الإمكان يجوز أن يتصف بالوجود كما يجوز أن لا يوجد ممكن الوجود يمكن أن يكون موجودا أو معدوما يتساوى الطرفان از لوکان ممطن الوجود استحال تحقق لوکان ممتنع الوجود ما کنم ممکنه لان ممتن الوجود یستحیل تحقق و کذالک لوکان واجبن یعنی واجبن به ذات ایدن ما کنم ممکنن لان واجب الوجود به ذات دائما موجودون ضرورتا موجودون کما لوکان واجبن لم تخلف عن الوجود فهذا ليس حادث زماني حادث زماني لا يمكن ان يكون واجب الوجود بالذات لو كان واجب الوجود كان موجودا خارج اطار الزمان ازليا ف نحن كلامنا حول شيء يمكن ان يوجد يمكن ان لا يوجد الان تحقق في زمن ما خب هذا بمعنى و ويحتاج الى قوه تسبقه وَإِمْكَانُهُ هَذَا غَيْرُ قُدْرَةِ الْفَاعِلِ عليه رجعاً كما قلت لكم هذه القدرة قوة ليس من القدرة نقول هذا الشيء موجود بالقوة مثلاً نقول في هذا التلميذ قوة أن يكون طبيباً لا نقصد يعني هو قادر على أن يصبح طبيباً ماذا معنى قادر على أن يصبح طبيباً لا نقول في قوة الطب أو مثلا نقول هذا الماء فيه قوة أن يصبح غازا لا نقصد يعني يقدر على عن يعني ليس هذا معنى القدرة أو مثلا نقول هذا الشخص الذي وقف إلى جانب هذا الماء يستطيع أن يجعل الماء غازا بجعله على النار لا نحن نتكلم حول نفس هذا الشيء شيء يمكن أن يصبح شيئا آخر نقول فيه قوة ولكن مسألة هو أن قوة غير الإمكان إمكان أمر ذاتي من لوازم الماهية ولا توجد فيه درجات مراتب اشتداد ضعف لا يوجد ممكن لا يمكن الآن إمكان أكثر ولكن القوة أمر وجودي القوة في الممكنات قبل تحقق الفعليه ويمكن ان تشدد قوه في طالب في مدرسه الابتدائيه لان يصبح طبيبا قوة في الطالب في السنه الاخيره في كليه الطب تختلف هذه القوه مع ان الامكان نفس الشيء إمكانه هذا غير قدرة الفاعل عليه، أولا هذا غير مسألة القدرة، هذا قوة غير القدرة، قوة من سنخ الإمكان فقط يعني من باب أنه أمر وجودي، أقول من سنخ يعني لا أقصد من نفس الشيء لأن الإمكان الأم أمر عقلي، قوة أمر وجودي، ولكن أقصد يعني. يتعلقان بشيء واحد نفس الشيء الذي نقول ممكن نستطيع أن نقول هو بالقوة لأن إمكان وجوده وصف له بالقياس إلى وجوده لأي لأ شيء تقولون هذا ممكن تقولون الماء الماء مثلا يمكن ان يصبح غازا، لا تقولون هذا الشخص يمكن ان يجعل الماء غاز قدره للفاعل ليس للموضوع، ليس للشيء الذي يقبل الفعليه والايجاد والتاثير. مثل الامكان مساله القوه، اما القدره تتعلق بشخص او فاعل ما. لأن إمكان وجوده وصف له بالقياس إلى وجوده فالموصوف المتصف هو نفس الشيء ولكن بالنسبة إلى وجوده نقول هذا ممكن لا بالقياس إلى شيء آخر كالفاعل بالخلاف إلى مسألة القدرة، قدرة تنتسب إلى الفاعل ولكن هذا بالموضوع هذا الإمكان، الآن الـ بعد ما وزع القوة غير القدرة ويشابه الإمكان، الآن يريد أن يذهب خطوة أخرى إلى الأمام ويقول: لكن هناك فرق بين القوة والإمكان. هذا الإمكان، يعني الإمكان الذي يوجد في القوة. أمر خارجي، أمر وجودي. لا معنى عقلي اعتباري لاحق بماهية الشيء. يعني ليس من لوازم الماهية التي تأتي بسبب التحليل العقلي. كما تتذكرون. قلنا هناك بعض المحمولات نسميه بالمحمولات بالضميمة وبعض المحمولات نسميه محمولات من سميمة المحمولات بالضميمة مثل مثلا الإنسان الذي أصبح كاتب الكتابة خارج الماهية ولكن إذا نقول الإنسان ممكنون الإمكان وَمَحْمُولُ محمول من سميمه وخارج المحمول يعني اتا من داخل الشيء خرج من خارج داخل الشيء من ذات الشيء اما من ذاتياته او من لوازم الذات خب فالامكان بمعنى القوه ليس الامكان الذاتي الامكان الذاتي معنًا عقلي اعتباري من لوازم ما اما الامكان بمعنى القوه ليس معنى عقليا اعتباريا أمر خارجي، لماذا؟ لأنه يتصف بالشدة والضعف والقرب والبعد، نقول هذا الطالب طبيب بالقوة القريبة من الفعل، مثلا طالب طالب العلوم الدينية درس بالجد والاهتمام الكثير والآن هو يدرس درس الخارج لمدة سنين نقول هو مجتهد بالقوة القريبة من الفعل ولكن من بدأ درس الخارج ومن يدرس السطو والمقدمات نقول بالقوة البعيدة من الفعل وهذا أمر اشتدادي حتى بين شخصين في سنتين أو شخص واحد في سنتين مختلفتين يختلف فال شده والضعف أو والبعد تختلف فالنطفه التي فيها امكان ان يصير انسانا اقرب الى الانسانيه من الغذاء الذي يتبدل النطفه هذا الطعام يمكن ان يصبح انسانا اذا ياكله انسان وبعد ذلك يصبح نطفه يمكن ان يصبح انسانا ولكن النطفة أقرب إلى الإنسانية من الطعام والعلقة أقرب من النطفة والمضغة أقرب من العلقة هكذا والإمكان فيها يعني الإمكان في النطفة أشد منه يعني من الإمكان فيها يعني في الغذاء وإذا كان هذا الإمكان أمرا موجودا في الخارج، خب هذا الإمكان قلنا أمر وجودي، هذا يختلف عن الإمكان الذاتي. الإمكان الذاتي لا يحتاج إلى ما مستقل. الإمكان الذاتي من اللوازم للماهية ليس شيء آخر، يعني عندنا إنسان، عندنا فرس، عندنا بقر وكلها ممكنة. لا يحتاج إلى شيء زائد. ولكن الإمكان بمعنى القوة يحتاج إلى شيء زائد. إذا كان إذا كان هذا الإمكان أمرا موجودا في الخارج خب. هذا موجود في الخارج هل يكون جوهر أو عرس؟ لأن الماهية إما جوهر أو عرس يقول فليس جوهرا لأن الجوهر يجب أن يكون قائما بالذاتي الجوهر ماهية إذا وجدت وجدت لا في موضوع يا يكون قائم بذاته هذا ليس جوهر فيجب ان يكون عرزا ليس جوهرا قائما بذاته وهو ظاهر بل هو عرزون على اذا وجد وجد في موضوع فيحتاج الى موضوع ما هو موضوع القوه ما هو الشيء الذي القوة يتعلق مثلا لون نقول هذا الجدار ابيض البياض عرزون يحتاج الى جوهر ما هو الجوهر أو الموضوع الذي يتعلق به هذا الأرز يعني القوة يقول هو عرض قائم بشيء آخر فلنسمه قوة نقول هذا الإمكان بمعنى الوجودي بمعنى الأرز قوة ولنسم موضوعه مادة المادة هو حامل القوة، يعني أمر ليس بالفعل ويكون حاملا للقوة، فإذا لكل حادث زماني مادة، هذا المادة ليس بالمعنى المستخدم في علم الفيزياء هذا المادة بالمعنى المستخدم في الفلسفة يعني في مثل ما قلنا ماده في مقابل السوره في السابق قلنا الماده في مقابل السوره ماده سابقه عليه يعني على هذا الحادث الزماني تحمل قوه وجوده خب سؤال هل يمكن ان تكون الماده بالفعل؟ يعني في فعليه فيها فعليه؟ لا الشيء الذي يكون حاملا للقوة، لو كان حاملا للفعلية أيضا لا يمكن، نعم، الفعلية يمكن تأتي بعد القوة، الفعلية يمكن أن تأتي بعبارة أخرى، القوة والفعلية تتبادلان، مثل مثلا ما. كان مايع بعدين كان الغاز. غاز غاز أصبح مايع فالقوة الغازية وفعلية الغازية لا يمكن أن تكون معا ولكن قوة الغازية وفعلية المايع أو بالعكس يمكن يجب أن تكون المادة غير آبية عن الفعلية التي تحمل إمكانها خب هذه المادة يمكن ان تكون متنافية مع هذه الفعلية، الان ليس عندها فعلية. الفعلية يريد ان تاتي بعد القوة. ولكن يجب ان لا تكون هناك منافاة بينهما. نعم. لا نستطيع ان نقول للحجر انه يمكن ان يصبح تعبيبا. الا اذا تقصدون مثلا الحجر يصبح مثلا ترابا والتراب مثلا يصبح طعاما والطعام يصبح نطفه و... نعم بذاك المعنى نعم يمكن ان يكون طبيبا ولكن بالمعنى العادي الحجر كالحجر لا يمكن ان يصبح طبيبا نعم يعني الحجر كالحجر نعم اذا حجر استحاله شيء اخر لماذا؟ لان الطبيب انسان. فيها معرفه، فيها إحساس، فيها شعور، إدراك، هذه الأمور لا توجد في الحجر. حجر آبٍ يعني يعبى عن فعليه الطبيب. نعم؟ فالماده يجب أن تكون غير آبيه، يعني يجب أن لا تعبى. لا تمتنع عن الفعليه التي تحمل إمكانها. لولا ذلك لا نستطيع أن نقول هذا ممكن. فهي في ذاتها قوة الفعلية التي فيها إمكانها، so, ففيها إمكانها وقوتها، إمكان هذا الفعلية كتحليل عقلي وقوة هذا الفعلية كأمر وجودي. إذ لو كانت ذات فعلية أو إذا لو كانت ذات فعلية في نفسها لعبت عن قبول فعلية أخرى كل شيء يكون فيه فعلية لا يمكن أن يكون له قوة لتلك الفعلية نعم يمكن أن تكون المادة فيها فعلية ما أما بالنسبة إلى هذه القوة لا يمكن أن تكون فيها فعلية كل قوة وفعلية تبادلا لا يمكن أن معا إذ لو كانت ذات فعلية في نفسها لعبت عن قبول فعلية أخرى يعني لا يمكن فعلية لنفس الشيء بل هي جوهر فعلية وجوده أنه قوة الأشياء هذا بعضهم يقولون مثل يعني مبالغة مثل الشعر يقولون المادة لا فعلية له إلا أنه لا فعلية له يعني فعليته هكذا يعني ليس في فعلية قوة ما الحيولة أو المادة الأولى فقط فعليته أنه بالقوة بعبارة أخرى يعني لا فعلية له نعم المادة الثانية يعني المادة الأولى مع فعلية ما تصبح مادة للأمور اللاحقة هكذا يمكن أما المادة الأولى لا توجد في أي فعلية فعلية وجوده أنه قوة الأشياء وهي لكونها جوهرا بالقوة خب الشيء الذي يكون قوة فقط لا يمكن أن يتحقق يحتاج الى شيء يقومه لاجل ذلك الماده من دون الصوره لا تتحقق صحيح الصوره تحتاج الى الماده ولكن الماده اذا تحتاج الى الصوره لا يمكن ان يكون تكون الماده من دون صوره ما مثل السقف الذي يحتاج الى عمود ربما الاعمده تختلف ولكن السقف يحتاج الى العمود هي لكونها جوهرا بالقوة قائمة بفعلية أخرى إذا حدثت الفعلية التي فيها يعني في المادة قوتها بتلت الفعلية الأولى وقامت مقامها الفعلية الحديثة هذه الفعليات يمكن تتعبد كالماء إذا صار حواءً بتلت الصورة المائية التي كانت تقدم المادة الحاملة للصورة الهواء وقامت الصورة الهوائية مقامها فالمادة كانت مرة متقدمة بالصورة المائية ومرة بالصورة الغازية ولكن يحتاج للصورة ما لا يمكن أن تكون مادة للماء من دون غاز أن تكون غاز تكون مائعة أحدهما يمكن أو مثلا سالجان هذه السوبر يمكن تتبدل ولكن لا يمكن أن يكون مادة خالية فارغة عن كلها قامت السورة الهوائية مقامها فتقومت بها المادة التي كانت تحمل إمكانها ومادة الفعلية الجديدة الحادثة والفعلية السابقة الزائلة واحدة التي حملت سورة المائية وحملت سورة الغازية نفس الشيء لو تقولون لا حدث شيء إنساني نحن عندنا الآن مادة جديدة خب هذا يسبب مشاكل، إذا هناك مادة جديدة هذه المادة إذا حادثة زمانية يحتاج إلى مادة قبل ذلك، وتلك المادة إذا حادثة زمانية يحتاج إلى مادة، فيتسلسل الآن لا يمكن أن أي شيء. وإلا كانت حادثة بحدوث الفعلية الحادثة يعني بحسب هذا ال... بسبب هذا الحدوث يحتاج إلى حدوث لنفسه. هذا يجب ان يكون قبل ذلك ممكنا، فقبل ذلك يجب أن يكون قوة، وتلك القوة إذا حادثة وكذا يتسلسل فاستلزمت إمكانا آخر ومادة أخرى وهكذا، فكانت لحادث واحد مواد وإمكانات غير متناهية وهو محال، ونذير الإشكال لازم في لو فرض للمادة حدوث زماني يعني اذا نقول الماده حادث زماني هذا الاشكال ياتي خب الان اللاما يريد ان يستنتج بعض الامور المهمه وهذا يحتاج الى الوقت يعني ليس واحد او اثنين هناك عده امور يعني سته امور اللامة يريد ان يستنتج من هذا البحث وانا اتصور الافضل ان ندرس في الجلسه القادمه حتى ان تنشره. تقرؤون البعث ربما إن شاء الله تتذاكرون وتكونون إن شاء الله مستعدين لأجل نواصل بإذن الله والحمد لله رب العالمين.